كان صار لي شي 7 أشهر ما بحضر باسكت، قلت أنا بدي أوقف باسكت، كنت كرهان حياتي. ما بحضر باسكت، كل ما شوف طابة بعد عنه خزقت كل طابيتي بال... كنت أول ضرب باكله بحياتي. قال ليش ما بترجع بتلعب درجة أولى متحد؟ قلت له متحد؟ أما كنت بعرف إنه في فريق اسمه متحد فيرست ديفيجن. قال لي إيه وبطرابلس. شو بطرابلس؟ طلعني ساكن حزمية. يقول لي أنا ما عم بصدق، عم تقبل هون لهون. قال لي ليك أنا رح سكر الخط، وإذا هلا أنت بترجع بتدق لي أنا بلاش ما بيخد. قلت له اوكي، سكرت الخط بلشت ابكي انه خلص انا رحت علي. لما انا بسال مرات روكيز بيقولوا لي هون في بلاينج تايم اكثر. طيب بلاينج تايم، واذا انت ما عم تستفيد من هالبروجرام المحطوط بنادي اكس شيء، شو رح تستفيد بلاينج تايم؟ روح العب مع رفقاتك، بضلك تلعب 40 دقيقه او بتشوت وما بتطلع لبر. بدك تشوف في بروجرام معين بهذا النادي قادر انت تستفيد منه، هذا الكوتش قادر يفيدك بشيء. ليك هلا مين عم بيحكي بلبنان؟ مياس والمنتخب شو عم بيحكوا برا؟ مين بيحبون كتير للسياسية او عم بيحكوا بالسبور وبالفن؟ اجا قال لي انا ابن شارع، قال لي بيجي بقول لك انه انت رح تكون بالمنتخب؟ لا مش ما في شيء جارانتيد. طب انا كنت فيرست فايف، ليك الاسامي رح اقول لك اياهم هلا: روني فهد، انا وفادي، جاكسون فرومان، مات فريجي. طب انت هلا بتصدق، انت هلا بتصدق انا مع هول الاربعة ما سميت لك ياهم غيري، بتصدق انه انا كان في عندي خطط لإلي؟ اكيد يعني كان هذا حلمي من انا وصغير، كون انا عم بربح البطوله مع الحكمه. هلا ما تحققت، ما في اعمل شيء، قصص بندم عليها اذا كان انا عندي القرار لإلي وما اخذته. بس بزعل انه في كتير مرات كان فينا نكون عم نربح، السبب ما خصوا فيي. سنت الشانفيل ما ركب الفريق ولا كان شيء بيركبه. تتخيل او بتعتقد انه إيلي رستم قبل الانجري is a different player من إيلي رستم بعد الانجري؟ ايه، يعني قد ما انا اقنع حالي انه لا ورجعت وهيك، ايه، لانه غير، بس نفس الوقت I'm proud انه قادر اعمل هالقد. فكان وقتها ما حدا عم بيقولولي، وانا عارف عم بيقولولي لا يعطوني معنويات، بس كان في probability كتير كبيرة انا ما ارجع العب باسكت. كنت انا من الاشخاص اللي هي انا بس اللي بشي بروح عند بسيكولوج، وانا ما بيني شيء. انا بهول السنتين ما في شيء ما جربت مع نادي الحكمه بالادارات القديمه. هلا بيج ريسبكت للاداره الجديده، انحل الموضوع بدقيقتين على التليفون. على فكره انت بتعرف يعني الادارات القديمه ما في شيء ما جربته. اخر مره عملت ساتلمنت على ساتلمنت، يعني صرت اخر شيء ناسي انا اخر مره مثلا شو كان الاتفاق لارجع، وما التزموا فيه. بس رجع وقتها يجوا لتحت البيت يبعثوا علي عالم، يصيروا يتعرضوا للعائلة، يعني إذا بدك إخوات إخبار، تفوت إما على السوبر ماركت مثلا يحكوا إخبار. حابب أوجه مساج لكل الجمهور، بس أنا في بس هيك شغلة واحدة تزعجني وكل الجماهير بتقولها، ما كون عم بقول جمهور واحد، هي لما يقولوا مونغولي مونغولي إكس فنان مونغولي. أنا عندي بس مساج معين إنه هي نحن اللعيبة بنعرف حالنا والحمد لله كتر خير الله، نحن ولا واحد منا عنده هالكيس اللي هون بلبنان بعدنا بس بنقولها منغولي. ما حدا منا، وانتو لما تقولوا لنا اياها نحن ولا واحد منا عم يتأثر فيها، وانا بأكد لكم اياها. اللي عم يتأثر فيها هو انه لما يكون في عالم عم تحضر بالبيت وتنسمع على التيفي، هذا اللي بقلب البيت اذا عنده هاد الكيس هذا بطل يحضر باسكت، هذا وقف. صار شغل هديك السنة بالمنتخب وقت طلعوا قالوا انه امير ما رح يكون، يمكن باول ويندو امير ما رح يكون، لانه نقال له انت ما رح يكون عندك بلاينج تايم كتير، وهيك طلعت على السوشيال ميديا. شو صار؟ بريشر. ليه؟ نادي الرياضه هذا في وراه شعب. بريشر. تاني نهار طلع قال له لا هي مش مزبوط، هذه كانت اشاعه. بس هي كانت مزبوطه، هي كانت انه اذا بتسال امير ايه كانت مزبوطه. طيب في كتير اسباب، بس اذا بدك تلخصها هي انه ما فيك انت تكون كنادي صار الكل بيعرفها، ما انا عم بحكي شيء ولا عم جرم، يعني ما بقدر يكون دبلوماسي فيها. انت نادي معيد الكل. نظام البطوله كان له تاثير علينا، لانه اوكي صار معنا كورونا بالقليه، تخيل نحن لعبنا جيمين من القليه وكان وصار معي الانجري، بس بغض النظر هي صار معي انجري انا باول السنه، ما في ارجع عود بعدين. كان هديك سنه كان السيستم منه ظابط، خلينا نقول، لانه خلص انت لعبنا كل الرتور عارفين ما رح نفكوت،
الشيء اللي صاير معي هذيك السنة ما انه صاير بتاريخ السبور بالميدل ايست ولا بالعالم، يعني انه انا بروح حالي مع الفريق ما بيعترفوا لي بالعمليه، يعني بصير انه انا كان عندي اياها من قبل كيف ما بعرف، ما كثير على بالي احكي لانه صارت اخر شيء بيرسونال وصارت قصد انه ما بدي ادفع لك، مش على قيمتها. يعني هديك السنه انا من ورا هالقصص صارت معي، انا عشوائي لو ظابط معي شغل برا انا كان بدي اوقف باسكت، فدائما انا كنت اذا بدك عم طالب العم بيطالب العم بيطالب، يمكن بمطرح معين هن كلجنه منتخبات او شيء انزعجوا مني ما بعرف، عم بقدر تقدير لانه دائما كان في المطالب، وهي ما لازم تكون مطالب، هي ابسط القصص لنا.